طبعا حالة العشوائية في مداخل بغداد لا بد من معالجتها، وكان هناك جهود سابقة لم تصل إلى الطموح، ونموذج ذلك هو مثلا مدخل بغداد الموصل الذي فيه مشاكل، خصوصا من منطقة النباعي اللي يطلع من عندها باليوم ما يقارب 5000 شاحنة بأوزان ثقيلة تدمر الطرق، وهي خلاف القانون. يجب هناك مسؤولية على المرور بوضع قضبان وميزان لضمان سلامة هذه الطرق، إضافة إلى الجهد المبذول حاليا لتأهيل الشارع من منطقة ما يقارب نهاية محافظة بغداد إلى مدخل كاظمية. فهذا الموضوع المداخل مثل مدخل أبو غريب، مدخل المحمودية، مدخل منطقة المدائن وغيرها، نحتاج إلى تعاون من المواطنين المطلين على الشارع ومن المحلات والمعامل وغيرها، إضافة إلى التأهيل المطلوب، وهي مسؤولية محافظة بغداد ووزارة العمل والإسكان.